هنتكلم النهاردة على آخر بارتيشن في الباراسيتولوجي، وهو الميديكال انتومولوجي، علم الحشرات. ميديكال انتومولوجي، علم الحشرات، فيه جنرال كاركترز كده لازم ابقى عارفاها عن الانتومولوجي او الحشرات. اول حاجة ان الارثروبودز ار انفرتبريتس، يعني لا فقريات. تاني حاجة بيبقى ليها بيرد، يعني زوج، لازم يبقى فيه زوج من الايه، من الارتكليتد ابندج او من الزوائد اللي طالعه لها في راسها او في الثوركس اللي هي رجليها. انتنه او قرون الاستشعار لازم تبقى بيرد، يعني لازم يبقى زوج من الانتنه قرون الاستشعار. او الليجز لازم تبقى بيرد، في على اليمين وعلى الشمال. تاني حاجه ان ليها، تالت حاجه ان ليها كوتينيوس اكزوسكيلتون، ليها غطاء خارجي بيبقى لايند بالكيوتيكل، غطاء علشان يحافظ على البادي فلويدز بتاعتها وعلشان يسبورت السكيلتون بتاعها. وليها بادي، جسم، وينجز اند ليجز. يبقى دي جنرال كاركترز للحشره، ان هي انفرتبريت، ليها بيرد ليجز وانتنا، ليها كيتينيوس اكزوسكيلتون، لاينز لايند باي كيوتيكل، ليها بادي وليها وينجز اند ليجز. ايه الامبورتنس بتاعت الارثروبود؟ ليه بدرس الحشرات؟ لان اول حاجه الارثروبود ممكن تبقى جزء من اللايف سايكل، اكت از هوست انترميديت هوست او فيكتور لهيومن ديزيز، زي ما خدنا في كذا حاجه. قلنا مثلا ان الفلي بينقل الهايمينولبس نانا مثلا، ده احنا خدناه. وخدنا مثلا ان فيكتور ان الساند فلاي ممكن تنقل الليشمانيا، وقلنا ان ملاريا بتتنقل بالفيميل انوفلس موسكيتو، الفلاريا بتتنقل بالموسكيتوز الثلاثه كيوليكس وايدس وانوفلس. يبقى الارثروبود ممكن تبقى هوست، ممكن تبقى فيكتور لهيومن ديزيزز، ودي الامبورتنس بتاعتها. تاني حاجه ان هي ممكن تعمل تيشو انجري. تيشو انجري ده ممكن يبقى اكسيدنتال او اوبليجاتوري. اكسيدنتال يعني بالصدفه، يعني حد معدي دخلت حشره في عينه او في النوز او في الاير فعملت انجري، ده اكسيدنتال، هي مش ده الهابيتات بتاعها، ولا ده جزء من اللايف سايكل بتاعتها ولا اي حاجه، هي اكسيدنتالي كده جات ان النوز او الاي او الاير فعملت الايه، الانجري. او اوبليجاتوري، اوبليجاتوري ده ان الحشره لازم تعيش على السكن وتعمل ديزيز للسكن. الاوبليجاتوري ده ان هي لازم يبقى بتعمل ديزيز في السكن، زي السكيبس اللي هو الجرب، او المايزس اللي هو التدويد. يبقى اللارفا هنا، او الـ مش اللارفا، الارثروبود عامه بتخش في السكن وبتعمل فيه ليجن. طيب الارثروبود ممكن تعمل انجكشن لهارمفول سبستانسز، وهي بتقرص ممكن تعمل انجكشن لهارمفول سبستانسز. ابسط حاجه ان السلايفا بتاعتها بتعمل allergic reaction وبتعمل dermatitis. يبقى السلايفا بتاعتها، في ناس بيبقى عندها حساسيه من قرصه الناموسه بيحصل لهم severe dermatitis، مش مجرد ان هي ايه احمرار مكان قرصه الناموس، لا، السلايفا بتاعتها تعمل allergic reaction ودرماتايتس. طب ايه غير السلايفا او اللعاب بتاعها؟ بيبقى فيه toxins وفيه venoms. القرصه بتاعت السكوربيون اللي هو العقرب بتعمل local reaction عنيف وsystemic reaction، ممكن العيان يموت بسبب القرصة بتاعتها علشان هي بتنجكت venoms أو toxins. في حاجة كمان إن التكس أو القراد في نوع منه بيعمل inoculation لtoxins at the site of the bite ويدخلنا في fatal paralysis، العيان بيجيله شلل بسبب قرصة التكس دي. يبقى الانجكشن of harmful substances، saliva ممكن تعمل allergic reaction ودرماتيتس، التوكسينز والفينومز. الفينومز زي البايت اوف السكوربيون بتعمل local reaction وسيستميك شوك. التوكسينز البايت اوف certain type of tick may cause fatal paralysis. اخر نقطة في الارثروبود هي الانتيموفوبيا. يعني ايه انتيموفوبيا؟ انتيمو يعني انتمولوجي اللي هو الحشرات، وفوبيا يعني خوف. يبقى ده في ناس بيبقى عندها الخوف زايد، فبنسمي الكيس اللي عندهم دي انتيموفوبيا، annoyance and worry caused by insect، ممكن تؤدي الى nervous disorders.
يبقى الميديكال امبورتانس بتاعت الايه الارثروبود ان الارثروبود اكت از هوست او فيكتور في سام هيومن ديزيزز. تاني حاجه ماي كوز ثلاث حاجات: تيشو انجري، انجكشن لهارمفول سبستانسز، اند انتيموفوبيا. التيشو انجري ده ممكن يبقى اكسيدنتالي او اوبليجاتوري. اكسيدنتالي ان الانسكت جت اكسيدنتالي ان التيشو جت في الاي في الاير في النوز فعملت انجري. اوبليجاتوري by certain fly larvae تعمل مرض اسمه المايزس اللي هو التدويد، او الساركوبتس سكابياي تعمل مرض اسمه السكيبس اللي هو الجرم. انجكشن لهارمفول سبستانسز زي الفينومز التوكسينز والسلايفا. الفينومز دي البايت بتاعت السكوربيون بتعمل لوكال رياكشن وسيستميك شوك. توكسينز البايت اوف سيرتن تايب اوف تكست كوز فيتال تك باراليسز. السلايفا الانسكت سلايفا تعمل allergic reaction و dermatitis. واخر نقطة هي الانتيموفوبيا، الخوف الزايد من الحشرات. annoyance and worry which may cause nervous disorders. طيب قسمنا بقى ال classification of the arthropod، قسمناها لتلاتة classes بنعرفهم بس كده عشان ابقى عارفة ان انا لما باجي اتكلم على الموسكيتو هي دي تبع class ايه. ففي class اسمها class insecta، class arachnida، and class crustacea. كلاس انسكتا اللي هي الحشرات، كلاس اراكنيدا اللي هي العنكبوتيات، والكلاس كراستيشيا اللي هي القشريات. تمام، احنا اللي هندرسهم هي بس الكلاس انسكتا اللي هي الحشرات. موسكيتوس الناموس، فلايز اللي هو الذباب، فليز اللي هي البراغيث، واخرهم اللايس اللي هي الامل. يبقى في الكلاس انسكتا هناخد مثال للموسكيتوس وللفلايز والفليز and lice. الموسكيتو اللايف سايكل بتاعتها ليه بعرفها بس حاجة كده للعلم علشان أعرف في الكنترول. احنا قلنا دايما الكنترول بيبقى interruption لللايف سايكل، فلازم أبقى عارفة كل واحدة عايشة فين عشان لما أجي أوقف اللايف سايكل أبقى عارفة هوقفها إزاي. فاللايف سايكل بتاعت الموسكيتو إن الأدلت هتدي إجز، الإجز هتدي لارفي، اللارفي هتدي بيوبا، والبيوبا تدينا ادلت ستيج تاني. يبقى ده بسميه تحور كامل او كومبليت ميتامورفوزس. يعني ايه تحور كامل؟ يعني اللارفال ستيجز مختلفه عن الادلت، لان في حاجات هناخد فيها تحور غير كامل. ان الادلت تدي ايج، الايج تدي حاجه اسمها نيمف، النيمف ده تيبيكال من الادلت بس اصغر في الحجم، فهيبقى ده اسمه incomplete metamorphosis. لا، احنا في الموسكيتو في تحور كامل او complete metamorphosis. يعني الادلت هتدينا ايج، الايج هتدينا لارفا، واللارفا هتدي بيوبا، والبيوبا تدي ادلت. طيب الكلام ده بيحصل فين؟ احنا عارفين ان الموسكيتوز او الناموس عايش في الجو، بيحط الايج بتاعته في الووتر، والايج تهاتش وتدي لارفا في الووتر، اللارفا تدي بيوبا في الووتر، البيوبا تدي ادلت تطلع في الجو. يبقى لازم ابقى عارفه ان اللارفا والبيوبا are aquatic stages. يعني ايه aquatic stages؟ يعني live in the water وبيديفلوبد اونلي ان ذا ووتر. تمام، يبقى لما اجي اعمل كنترول لازم هغير في الميه علشان ابقى بانتربت ذا لايف سايكل. الميديكال امبورتانس اوف الموسكيتو، اول حاجه اي ناموسه بتقرص بتعمل ديرماتايتس عشان السلايفا بتاعتها بيبقى فيها substances بتعمل allergic manifestation، فأول حاجة تبقى الموسكيتو dermatitis. تاني حاجة عندنا ثلاث أنواع من الموسكيتو: Anopheles وكيالكس وأيدز. Anopheles وكيالكس وأيدز في أمراض مشتركة للموسكيتو، وكل واحدة فيهم ممكن تنقل حاجة لوحدها. الأنوفلس بتنقل الملاريا زي ما قلناها في البروتوزوا، وبتنقل الفلاريا اللي هي الفيجاريا بانكروفتي خدناها في النيماتود. فالانوفلس بتنقل الملاريا والفيجاريا بانكروفتي. الكيولكس بتنقل الفلاريا، هي اشهر حاجه بتنقل الفلاريا، والبيرد ملاريا وسام فيرال ديزيزز. يبقى بتنقل الفيجاريا بانكروفتي او الفلاريا والبيرد ملاريا وسام فيرال ديزيزز. فيرال ديزيزز زي ايه؟ في نوع كده من الفيفر اسمه ريفت فالي فيفر، وفي فيروس اسمه فيرال انكيفالايتس بيعمل انكيفالايتس التهاب في البرين سابستانس. يبقى الكيولكس تعمل ترانسميشن للفيشاريا بانكروفتي الفلاريا، والبيرد مالاريا وسام فيرال ديزيزز. الايدز بتنقل الفيشاريا بانكروفتي اللي هي الفلاريا
وسام فيرال ديزيزز اسمهم ايه؟ يلو فيفر ودينج فيفر. يبقى الميديكال امبورتانس اوف الموسكيتو، اول حاجه موسكيتو ديرماتايتس. رقم اتنين الانوفيلس هتنقل ملاريا فشريه بانكروفتي، الكالكس هتنقل البشريه بانكروفتي اللي هو الفلاريا، والبيرد ملاريا، وسام فيرال ديزيزز ريفت فالي فيفر وفيرال انكيفالايتس. الايدز فشريه بانكروفتي سام فيرال ديزيزز زي اليلو فيفر والدينج فيفر. موسكيتو كنترول، الموسكيتو كنترول فور ويز فور الموسكيتو كنترول. اول واحده فيزيكال كنترول، تاني حاجه بيولوجيكال كنترول، بعد كده في ميكانيكال كنترول وكيميكال كنترول. يبقى فور ويز فور الموسكيتو كنترول: فيزيكال، بيولوجيكال، ميكانيكال اند كيميكال. يعني ايه فيزيكال كنترول؟ يعني بعمل ديستراكشن للبريدنج بليسز، للاماكن التكاثر، بعمل ديستراكشن للبريدنج بليسز علشان الانفايرمنت تبقى نوت سيوتبل فور ذا موسكيتو تو كومبليت ذا لايف سايكل. هعملها ازاي؟ ده بان انا قلت دلوقتي ليه خدنا اللايف سايكل بتاعتها، وقلنا ان اللارفال ستيجز بتاعتها اللارفا والبيوبا ار اكواتيك. يبقى هعمل تشينجينج في البريدنج بليسز، في الووتر ليفل، نسبه الميه، الووتر كارنت، تيار الميه، الووتر بي اتش. لما اغير في الميه اللايف سايكل مش هتكونتينيو، فانا كده عملت كنترول للموسكيتو. تاني حاجه ان انا اعمل ريموفال للفيجيتيشن اللي موجوده على ضفاف النهر، الاعشاب اللي بتبقى موجوده على ضفاف النهر دي بعمل لها ريموفال كليرنس ليها. ليه؟ علشان الاجز واللارفا والبيوبا بتبقى موجوده اكتر على الشواطئ، في الاماكن الراكده اللي فيها الميه راكده. يبقى الفيزيكال كنترول الايم بتاعه ان انا بعمل ديستراكشن للبريدنج بليسز سو از تو ذا انفايرمنت بيكام نوت سيوتبل فور ذا موسكيتو. هغير الووتر كارنت، ووتر ليفل، ووتر بي اتش، هعمل ريموفال للفيجيتيشن اللي موجوده على البانكس بتاعت الريفر او البونز. بيولوجيكال كنترول، البيولوجيكال كنترول ان احنا بنستخدم اعداء الطبيعه natural enemies. هستخدم حيوان اخر بيتغذى على اللارفا او البيوبا، يبقى natural enemies feed on the larvae او بيوبا. زي ايه؟ في نوع من الفيش كده معين بياكل اللارفا والبيوبا اسمها جامبوزيا فيش، في فروجز ضفادع، وفي داكس بتاكل اللارفي او البيوب. يبقى انا ربي لو انا قاعد جنب مثلا بحيره او نهر فيها الموسكيتوز، نربي الفروجز او الداكس، او نبقى نجيب الجامبوزيا فيش بتاكل اللارفي والبيوب. في كمان بكتيريا بتطلع insecticidal toxins. يعني ايه؟ يعني بكتيريا بتطلع توكسين، سموم، السموم دي فيها insecticidal effect، يعني بتموت insect يعني الحشرة، وcidal يعني بتموت. فinsecticidal يعني بتموت الحشرة. يبقى في شوية بكتيريا ممكن نحضرهم في اللابوراتوري في المعمل بيموتوا، بتطلع toxins بتموت الانسكتس، وبنسميها insecticidal toxins بتاعة البكتيريا. يبقى البيولوجيكال كنترول ان انا بستخدم حاجات من الطبيعة علشان أموت بيها الانسكت. يا إما natural enemies بتتغذى على اللارفا والبيوبا زي الجمبوزيا فيش، زي الفروجز والداكس، يا إما بكتيريا بتطلع insecticidal toxins. الميكانيكال كنترول هي الأسلاك، بنستخدم الايه؟ الواير سكرينز على الويندوز، على الدور، الأسلاك اللي موجودة في البيوت، وريبيلنس اللي هو طارد الحشرات، نرش ريبيلنس على الجسم اللي هو طارد الحشرات. طيب الكيميكال كنترول هو الانسكتيسايدز، المبيدات الحشريه. يبقى الكنترول اوف ذا موسكيتو اول حاجه فيزيكال، تشينج ذا انفايرمنت سو اس تو بيكم انسيوتابل فور ذا موسكيتو تو كومبليت ذا لايف سايكل. ثاني حاجه بيولوجيكال، ناتشرال انيمز فيد اون ذا لارفي اند بيوبا زي الجمبوزيا فيش، زي الفروج، زي الداكس، او بكتيريا بتطلع باورفول انسكتيسايدال توكسين. ميكانيكال كنترول افتكر الواير سكرينز والريبيلنس، والكيميكال كنترول اللي هي الانسكتيسايدز. الفلاي اللي هنتكلم عليها هي الفلوبوتامس او الفلوبوتامس او الساند فلاي، فلوبوتامس او ساند فلاي. اللايف سايكل بتاعتها زي الموسكيتو بالظبط، بس هي الادل تدي ايج، تدي لارفا، بتدي بيوبا، البيوبا تدي ادل، بس هي مش اكواتيك، هي بتبقى موجوده في الكراكس
يبقى هي بتحط الإجز بتاعتها في الكراكس، في التشققات الموجودة في الوول والفلور، في الجدران وفي الأرضيات، في الكراكس، في الإيه التشققات الموجودة. تمام، يبقى هي مش أكواتيك. طيب الميديكال امبورتنس بتاعتها أربع حاجات. أول حاجة بتنقلها الليشمانيا، وده احنا قلناها إن هي الانفكتد فيميل ساند فلاي بتنقل الليشمانيا في البروتوزوا. خلاص البروتوزوا أعتقد إن انتوا ما خدتوهاش، بس هي ده مرض بيتنقل by the bite of الفيميل ساند فلاي. طيب هناخد بكتيريا وفيروس، يبقى هي في حاجة بتنقلها بارازايت، وفي بكتيريا وفي فيروس. البارازايت قلنا الليشمانيا، البكتيريا هتبقى البارتونيلا باسيلي فورمز، بارتونيلا باسيلي فورمز. الفيروسز من اسمها، هي اسمها ساند فلاي، يبقى تنقلي حاجة اسمها ساند فلاي فيفر. وفيزيكولار استوماتيتس ده فيرال انفكشن شبه الانفلونزا كده، انفلونزا لايك إلنس، بيعمل انفلونزا. يبقى هي بتعمل ترانسميشن لثري تايبس، بارازايت وبكتيريا وفيروس. البارازايت هي الليشمانيا، بكتيريا بارتونيلا باسيلي فورمز، الفيروس ساند فلاي فيفر وفيزيكولار استوماتيتس. في حاجة اسمها الهرارة، ده allergic reaction نتيجة للبينفول بايت اوف ذا ساند فلاي، بتعمل لوكال انفلاماتوري ليجن ولوكال انديوريشن ات ذا سايت اوف ذا بايت. يبقى الحرارة ده allergic reaction due to painful bite of ساند فلاي resulting in local induration and inflammatory lesion. نعمل ازاي كنترول زي الموسكيتو بالظبط؟ اول حاجة هنستخدم نت سكرين على الويندوز وعلى الدورز، وهستخدم ريبيلنس، ده يبقى اسمه ايه الكنترول ده؟ الميكانيكال كنترول. كيميكال هستخدم الانسكتيسايدز. طب فيزيكال كنترول، ان انا عايزه اعمل ديستراكشن للبريدنج بليسز، بان انا بعمل فيلنج للكراكس الموجوده في الوول والجراوند. يبقى هستخدم بالنسبه لي الفيزيكال فيلنج للكراكس الموجوده في الوول والجراوند، بعد كده الميكانيكال النت والريبيلنس، الكيميكال هستخدم الانسكتيسايدز. تمام. الماسكا دوميستيكا او الهاوس فلاي اللي هي الذبابه المنزليه، اسمها ماسكا دوميستيكا او الهاوس فلاي، برضو اللايف سايكل بتاعتها هي الكومبليت ميتامورفوزس. الادم هتدي اجز، الاجز دي بتبقى عددهم كتير جدا 100، بس بتحطها فين؟ بتحطها في الريفيوز او الجاربج اللي هي الزباله. اج بتدي لارفي، واللارفي بتدي بيوبا اند ادل. اللي بيميز الماسكا ان هي اللايف سايكل بتاعتها سريعه جدا، بتاخد من 4 لـ5 ايام، وده سبب انتشارها. الماسكا دوميستيكا او الذبابه المنزليه، الاجز بتاعتها بتتحط فين؟ في الريفيوز او في الجاربج. احنا قلنا الاج بتاعت الموسكيتو بتبقى اكواتيك، الاج بتاعت الساند فلاي بتتحط في الكراكس، الاج بتاعت الماسكا بتتحط في الريفيوز او في الجاربج. ايه الميديكال امبورتنس بتاعت الهاوس فلاي؟ اول حاجه ميكانيكال ترانسميشن اوف سام ديزيزز. يعني ايه ميكانيكال ترانسميشن؟ يعني هي ما بيحصلش اي ديفلوبمنت، يعني مش بتدخل مثلا ايج جوه الحشره وبعد كده تتحول للارفا وكده يحصل ديفلوبمنت لل ديورينج بارت من اللايف سايكل، لا هي بتاخد الانفكشن من مكان تنقله لمكان تاني، فده بسميه ميكانيكال ترانسميشن. اي نوع من الانفكشن ممكن الهاوس فلاي دي تنقله. Enteric infection اللي هي العدوات المعوية زي السالمونيلا تايفي، زي الشيجيلا، الفيبريو كوليرا، الانتاميبا هيستوليتيكا، أي infection سواء كان بارازايت أو فيروس أو بكتيريا. مثال الفيروس اللي هو البوليو فيروس، يبقى أي enteric infection ممكن تنقله إن هي تاخده من تقف على الزبالة، تاخد الانفكشن، تقف على الاكل بتاعي اللي انا هاكله وتنقل لي انفكشن، فده بسميه ميكانيكال ترانسميشن للانفكشن. اقول اي امثله للبارازايت، اقول اي امثله للفيروس او البكتيريا. بارازايت انتاميبا هيستوليتيكا، الفيروس البوليو فيروس، والبكتيريا السالمونيلا والشيجيلا والفيبريو كولر. طيب النون انتريك انفكشن ممكن تنقل الانثراكس، التيتانوس، التيربركلوزس، التراكوما اند ريليتد اي ديزيز. تمام، يبقى تنقل اي حاجه تي بي والانثراكس والتيتانوس والتراكوما، هي تيجي تقف على العين وفيها الانفكشن، فيحصل لي الانفكشن او اي ريليتد اي ديزيز ممكن يبقى سببه ان الدبانه جت وقفت على عين.
يبقى اول ميديكال واهم ميديكال امبورتنس للهاوس فلاي هي ميكانيكال ترانسميشن اوف الديزيزز سواء انتريك انفكشن او نون انتريك انفكشن. تاني حاجه اللي هي المييزس اللي هو التدويب، يعني هي تجيب الاجز وتوقف على التشو، الاجز ده يبتدي يطلع اليرقات وتتعمل المييزس، ده بسميه التدويب. Medical importance, mechanical transmission of some diseases, ومييزس. الكنترول بتاعها اعمل لها ثلاث حاجات. اول حاجه هستخدم السكرينز على الويندوز وعلى الدورز علشان امنع ان هي تدخل خالص. بعد كده هعمل destruction للbreeding places بان انا بعمل sanitary disposal للrefuse and the garbage. sanitary disposal للrefuse and the garbage يبقى انا كده بمنع ان اللارفه والبيوبا يتكون. وبعد كده استخدم الانسكتيسايدز في الكيميكال كنترول، يبقى هعمل application للسكرينز على الويندوز وعلى الدورز، sanitary disposal للgarbage and the refuse with use of the insecticides. الفليز بقى اللي هي البراغيث، ده شكل البرغوث generally، هو ملوش وينج، هو وينجلس. instead of الوينجز عنده strong legs عشان تهلب ان الجامبنج، البرغوث بينط مش بيطير، بينط المسافات بعيدة ولكنه مش بيطير. فده شكل البرغوث اللي قدامكم. ايه الميديكال امبورتنس بتاعت الفليز؟ اول حاجه ان هو فيكتور لهيومن ديزيزز، بينقل شويه هيومن ديزيزز زي ايه؟ زي البليك او الطاعون اللي هي كوزد باي حاجه اسمها اليرسينيا بيستس، انديميك او ميورين تايفس ده برضو بتاخدوه في الميكروبيولوجي، كوزد باي حاجه اسمها ريكيتسيا تايفي، miscellaneous diseases ان هو ممكن يشتغل كميكانيكال فيكتور ل large number of البكتيريا and the viral diseases زي السالمونيلا. يبقى هو vector of human diseases زي البليك، زي الانديميك تايفس، و any other bacteria and viral diseases زي السالمونيلا انتيريتيدس. تاني حاجة ان هو يبقى intermediate host الانيمال parasite، وده احنا خدناه، خدنا الهيمينولوبس نانا والهيمينولوبس دايمينيوتا، وقلنا الريد تيب وورم، قلنا ان الفلي هو اللي بيبقى الانترميديت هوست في الهيمينولوبس، وفي الداي بايليديوم كاناينم اعتقد دي انتوا ما خدتوهاش، بس هو بيبقى انترميديت هوست في سام بارازيتك ديزيزز زي الهيمينولوبس. بيعمل سكن ليجن، مش كل انواع الفليز بتعمل سكن ليجن، في مرض اسمه تانجوزس او شيجرز او الجيجر ديزيز، يبقى فانجوزس او شيجرز او جيجر ديزيز، ده بيبقى كوزد باي حاجه فلي، نوع من الفلي اسمه تانجا بينيترينس، يبقى من اسمه تانجوزس يبقى كوزد باي تانجا بينيترينس، بتعمل نودولار ليجن وسبسيكوينت ألسريشن نتيجه للبينيتريشن اوف ذا سكن. يبقى هي حاجه بتعمل اختراق للسكن، فبتعمل شوية نوديولز كده، بعد كده بيبتدي يحصل لهم ulceration. العيان بيبقى infected ازاي؟ by contact with the soil infested with immature fleas. يبقى انا عندي immature fleas موجودة في السويل، انا حصل لي contact مع السويل، راحت الفلي اخترقت الجلد وعملت الليجن اللي بسميه tangoses او sugars disease. الليجن بيبقى very painful وبيحصل subsequent secondary bacterial infection على الالسريشن ده، وبيحصل extensive ulceration. يبقى التانجوزس او الشيجرز او الجيجر ديزيز ده بيبقى caused by flea اسمه tanga penetrans، عبارة عن ايه الليجن؟ عبارة عن nodular lesion بيحصل لها subsequent ulceration و secondary bacterial infection. المان got infected ازاي؟ بان هو حصل له contact مع السويل اللي فيها الانفكتد fleas. تاني حاجة في السكن ليجن ان هي بتعمل irritating dermatitis due to flea bite. البايت بتاعة الفلي بتبقى مختلفة عن البايت بتاعة any other حاجة في الانتمولوجي، لان هي بتبقى very painful bite وبتعمل حواليها erythema ودرماتيتس اعنف من الموسكيتو كمان. يبقى قلنا ان الميديكال امبورتنس بتاعة الفليز بينقل شوية امراض. تاني حاجة intermediate host الانيمال parasite، وخدنا الهيمينولوبس كمثال. skin lesion بيعمل حاجتين، تانجوزس و سيفير درماتيتس. الكنترول بتاع الفلي
احنا لازم نبقى عارفين ان عندنا رات فلي ودوج فلي وكات فلي، فاحنا عايزين نحمي الدوجز والكاتس والراتس من الفليز بتاعتهم عشان دي بتنقل لنا احنا امراض. يبقى هنستخدم انسكتيسايدز للدوجز والكاتس والرودنتس، بنعمل لها رودنت كنترول. بعد كده هنعمل كلينلنس وسويبنج للدست والفلور، لان دي الاماكن اللي بتبقى البريدنج بليسز بتاعت الفليز، الدست اللي موجوده في الفلور والكاربتس اللي السجاجيد، فبعمل كلينلنس نظافه. بالنسبه للتانجا بنترانس، افويد ووكينج بير فود، ان العيان ما يمشيش، الانسان ما يمشيش حافي علشان ما يحصلش بنتريشن للسكين بتاعه باي ذا تانجا بنترانس. اخر حاجه في الانتومولوجي هي اللايس. اللايس في منها نوعين، هيد لاوس الامل اللي بيجي في الشعر هو بس بيعمل اتشنج، العيان بيقعد يهرش في راسه بس ما بينقلش اي ديزيزز، وفي البودي لاوس امل بيجي في شعر الجسم وده اللي بينقل الديزيزز. فاحنا بنتكلم دلوقتي على البودي لاوس او اللايس الموجوده في البودي ودي اللي بتنقل الديزيز. اول حاجه هتعملها اتشنج. الاتشنج ده سببه السلايفا اللي انجكتد ديورنج الفيدنج بتعمل اريتيشن، بتعمل درماتايتس. تاني مرض اسمه الفاجابونز ديزيز او بيديكيلوزس، فاجابونز ديزيز او بيديكيلوزس، ده يعني ايه؟ مرض اسمه بالعربي التقمل، ان يبقى الجسم كله مليان امل، heavy infestation with lice، بيحصل among the poor crowded unclean people، ممكن يحصل في السجون، يحصل في الاماكن المعتقلات، في الاماكن اللي ما فيهاش اي cleanliness خالص. يبقى الفاجابونز ديزيز او البيديكيلوزس ده heavy infestation with lice، بيحصل في poor crowded unclean people. الأمل ده ممكن يبقى فيكتور لسام ديزيزز، الإبيديميك تايفوس، إحنا قلنا الإنديميك تايفوس بيحصل بيتنقل من خلال الفليز البراغيث، لكن الإبيديميك تايفوس ده من خلال اللايس. إبيديميك ريلابسنج فيفر وترنش فيفر، يبقى فيكتور أوف ديزيزز، ديزيزز زي إبيديميك تايفوس، إبيديميك ريلابسنج فيفر أو ترنش فيفر. الميديكال إمبورتانس أوف ذا لاوس، أول حاجة إتشنج. تاني مرض بسميه بيديكيلوزس او فاجابونز ديزيز هيفي انفستيشن وذ لايس امونج ذا بور كراودد انكلين بيبل، فيكتور لسام ديزيزز ايبيديميك تايفوس ايبيديميك ريلابسنج فيفر اند ترنش فيفر. ثانك يو.